صباح الخير يا جلجل. اللذاذة بقى والاستظراف ده. ده ايه ده بقى؟ ان شاء الله. يا سلام. الله، ايه اللي مكتوب ده؟ فوق هتلاقي حد من البيت اللذيذ الظريف بيستظرف معايا على الصبح، عشان لما بقفش عليهم بيرجعوا يزعلوا. ناقص انا اقوم على الصبح. صباح الخير يا حبيبي. ممكن ده اعرف مين الظريف اللذيذ اللي هزر هزار سخيف وكتب عليا وانا نايم؟ يعني ايه كتب عليه؟ اهو يا ماما، اهو الاستظراف، اهو مكتوب سرسوب هوا، القميص اتلسع، وش سلندر، اتوبيس 97 بشرطه، القهوه هتدلق، كبده بايظه. وعبط وهبل، اخوك اتلحس. بقول لك ايه، انت شكلك صاحي من النوم كده فايق ورايق. تعال تعال سمع بالله كده اقعد كل معايا. مش عايز اكل، وانت شوفي اي كحوله ولا حاجه امسح القرف ده. والنبي يا جيجي، الشقه يا بنتي ريحتها مكمكمه، افتحي الشباك يدخل لنا سرسوب هوا. ايه اهو، ما عرفتكوش انا كده. طبعا متفقين مع بعض. انت قلتي سرسوب هوا دلوقتي؟ ها سرسوب هوا نهار اسود. في حد ناسي البوتاجاز مفتوح والغاز معبي المطبخ؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ ايه؟ يا استاذ جلال، احنا اسفين يعني مش اتلسع. ايه؟ انت قلت ايه؟ ما تشيلك عليا والناس. قلت ايه؟ القميص اتلسع غصب عننا. كان ايه؟ ولا هو انا مكتوب على اي حاجه؟ لا انا ما فيش اي حاجه والله خالص. يعني ايه؟ العبط ده؟ العبط ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه العبط ده؟ إيه إيه دي؟ صباح الفل يا أستاذ جلجل. محمد ناصر. إيه؟ أنا في حاجة على دراعي؟ آه، في حسنة. أنت عارف اللي بيعمل خير الأيام دي بيظهر له حسنة؟ سبحان الله، والله أم الله يرحمها قالت لي كده، كل اللي يطلع له حسنة يبقى بيعمل حسنات. الله يكرمك، الله يسترها معاك يا أستاذ جلجل. اتفضل اتفضل. نهار اسود كلها طحينه، محتاجه طبق عسل وناكل مع بعض. وش سلندر؟ وش سلندر؟ اي ام مصريه بتقول لعيالها افتحوا سرسوب هوا. وارد يبقى الغاز مسرب، ايه المشكله يعني؟ ولو العربية جايبة وش سلندر، طب ما أنا عارف إنها فاتحة بقها. أنا عارف، يعني هضحك على نفسي؟ ما أنا عارف إن العربية فاتحة بقها، إيه المشكلة؟ كل دي تهيؤات وكل دي صدف. بقول لك لو سمحت، أمر حضرتك. أروح مصر الجديدة منين؟ المحطة هي حضرتك، اركب أتوبيس 97، بس أوعى تركب أبو شرطة عشان ما تتسوحش. ما تتسوحش يعني إيه؟ ما تتسوحش اللي بيطلع لي ده إيه؟ اللي بيتكتب لي يقول لي أنت تعرف حاجة؟ هو في حضرتك؟ أنا مش فاهم. ما هو أمال ليه بتقول 97 بشرطة بيسوح؟ علشان بس هيلف لفه كبيره قوي وهيضيع وقت حضرتك. ما تخبيش عليا وحياه ابوك، لو تعرف حاجه قول. خبي عليك ايه؟ انت في ايه؟ مش برشه معاك ليه؟ بعد اذنك.